بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله معكم رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعبير ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بنعمل دوت إن شاء الله رضاكم وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده إن شاء الله هنعمل اختبار إحنا كنا عملناه قبل كده دوت وفي ناس اشتكت من الصوت بتاعه ومن التصوير لأن إحنا ما كناش مستعدين وما كناش عاملين حسابنا إن إحنا هنعمل الاختبار بتاعتنا. فإحنا كان التصوير اللي فات دوت كان في أحد الطلبة في كلية الهندسة كان مصوره إحنا خدنا الفيديو وعملناه ففي ناس اشتكت فاحنا النهارده هنعيده لان في ناس قالت الاختبار مهم جدا فمحتاج ان الصوره تكون اوضح واحنا بنعمل اختبار عملي. الاختبار دوت هو اختبار التفاعل الحراري للاسمنت او نقول عليه الهيت اوف هيدريشن اللي هو التفاعل الحراري للاسمنت. الكلام دوت هيكون من خلال المواصفه الامريكيه الـ STM-C 186 والكود الاوروبي اللي هو الـ BSEN 196 الجزء التاسع او البارت التاسع واتكلمت عن المواصفه الفرنسيه كمان. والكود المصري برضه اتكلم في الاختبار ده. كلمه التفاعل الحراري للاسمنت ان الاسمنت لما بيجي اثناء الخلط في الخرسانه اللي احنا بعد ما بنخلطها كل حاجه بتحصل له عمليات اللي هو التفاعل الكيميائي بتاعه فبيولد حراره ونقول عليها دماها. فالحراره دي لازم يكون ليها حد معين لو تعدته بيحصل مشاكل جدا وهي ان الحراره بتحاول تهرب ما بين جزيئات الخرسانه فبتسبب حواليها شيوخ. عشان كده لما بيجي يشتغل الخرسانه بيحاول ان هو يبرد كل الماتيريال وقبل ما يشتغل كل حاجه، لكن جزئيه الاسمنت هي المشكله لان الاسمنت لما بيجي يشتغل بولد حراره عشان يتفاعل لازم بولد حراره عشان يوصل لمرحله التصلب والتصلب وهكذا اثناء وجوده في الخرسانه. الاسمنت انواع، في اسمنت منه هو منخفض الحراره، طيب منخفض الحراره لما نيجي نشتغل بيه في الخرسانات اللي هي الكتليه او الخرسانات اللي هي الاحجام الكبيره كده في الخزانات وفي السلوك بتكون الكتله كبيره فهم حاطين حد يقول لك امتى اراقب الخرسانه واشوف التفاعل الحراري بتاعها بتولد حراره قد ايه؟ ليه اللي معروف لما تيجي لو انت تخيلت كده ان في كتله خرسانيه وليكن مساحتها مثلا 3 متر 3 متر زي الاوضه اللي احنا فيها ديت هتلاقي ان الحراره في لما بتيجي تتفاعل هنلاقي الجزء التحتاني من الخرسانه لسه ما وصلش لمرحله تصلب والجزء اللي فوق هو محتك بالهواء فبيحصل له ان هو بينشف والتبخر بيحصل له والجزء اللي تحت لسه فعشان كده الحراره وهي بتتفاعل وخارجه بتهرب من مكانها فبتضطر تخلف وراها شيوخ ودي مشكله كبيره جدا لان الشيوخ ده هيسبب بعد كده ان الميه هتعدي ما بين الفتحات وتوصل للحديد واحنا اهم حاجه بنحاول نحمي الحديد على قد ما نقدر لان احنا عارفين الحديد لما يجي يوصل له ميه بيحصل له صدى والصدى بيخلي حجم الحديد بيزيد فبيضطر يعمل ضغط او بريشر على الخرسانه فيحصل لها شيوخ وبيأثر من عمرها جامد جدا. دي مجرد كده فكره على ايه؟ على التخيل بتاع الحراره وهي بتتولد اثناء التفاعل للاسمنت. عشان كده الاسمنت لازم يكون الحراره بتاعته ليها حد والحد بتاع الحراره بتاع الاسمنت لوحده ده بيتقاس بالجول ودي وحده قياس الحراره المنبعثه من الاسمنت. عشان انا اجيب اشوف الحراره بتاعت الاسمنت دي واشوف الحدود بتاعتها قد ايه على حسب المواصفه اللي بتقول او حسب العقد اللي انت شغال بيه في المشروع بعمل له الاختبار. عشان اعمل الاختبار برضه وعشان نكسب وقت وهقول فكرته بيتم ازاي. انا بستعمل جهاز اسمه الكالوروميتر او يعني مش هو دوت بالمناسبه هو ده الجهاز اللي انا بشتغل بيه. ده اسمه كالوروميتر بتبقى وحدتين على اساس انت هتعمل اختبار واحد بس ففي واحده منهم بحط فيها العينه اللي انا هختبرها واحده ثانيه بيكون فيها عينه بيكون عدى عليها فتره ما بتقلش عن سنه ما بتقلش عن 12 شهر ممكن يكون يعني اكتر من سنه يعني عينه بمعنى اصح خامنه ديت اللي انا بحطها في المساعد ده بنقول عليه مساعد او بنحطه جوه الوحده اللي بتقيس الحراره ديت وتفضل الحراره بتاعتها ثابته مقارنه بالعينه اللي انا باخدها واشوفهم طالعين مع بعض ماشيين ازاي. انا عشان اشتغل الاختبار دوت هحتاج بعض الحاجات اهي مثلا هنا انا هحتاج العلبه ديت او بيقولوا عليها الصندوق زي ما بيقولوا في الاكواب العلبه ديت بالشكل ده لو ناخد بالنا ديت عباره عن علبه عاديه خالص اهي من الالومنيوم غالبا قالوا من القطر بتاعها دوت 8 سم والارتفاع بتاعها بيبقى حوالي 16 سم 17 سم فالمتوسط بتاعها اللي هو 16 سم ونص و
وهنا في لو ناخد بالنا هنا في عمود نحاسي، العمود دوت الديامتر بتاعه سنتي، يعني التخن ده التخن دوت سنتي، بحيث ان يكون في فراغ ما بينه وبين الترمومتر بتاع القياس او الكيبل اللي انت هتقيس بيه، والطول بتاع دوت بيبقى في حدود 12 سنتي، يعني بمعنى اصح ممكن لو احنا حته كده دوت هتلاقي شوف المسافه دي قد ايه، بس ممكن يوصل لغايه الاخر، وفي الاخر العمود دوت النحاس دوت يكون مقفول من برش كويس جدا، لان دوت اللي هيكون ملامس جسم المونه الاسمنتيه اللي انا بقى ناخد بالنا ان انا بتكلم على الاسمنت، بختبر الاسمنت اليوم، بختبر الاسمنت لوحده، بختبر عين خرسانه، فدي بتكون ملامسه لجسم المونه اللي انا خلطتها، فعشان كده بتسخن والحراره بستقبلها عن طريق الترمومتر او عن طريق جهاز ايا كان صفر الجهاز، انا هوريكم ان شاء الله الجهاز اللي هشغل بيه، وبقفلها كويس جدا، بقفل العين دي كويس جدا، والعمود ده بحط فيه 2 جرام او 3 جرام زيت علشان يعمل عمليه توصيل ما بين العمود النحاسي وما بين السلك او الترمومتر ده اللي بيقيس فيه. العلبه ديت بتشيل او باخد من العين اللي بخلطها 1575 جرام. المواد اللي انا هستعملها عشان اخلط العينه بتاعتي الكود قال عليها او الاوقات كلها تبقى اتقالت، ناخد بالنا من عينه الاسمنت اللي هختبرها هاخد منها 360 جرام. وادة الاسمنت 360 جرام اللي انا هختبرها. ايه هو نوع الاسمنت؟ اي نوع اسمنت ربنا خلقه او اتصنع موجود في الاسواق يتم عليه الاختبار ده، فيما عدا الاختبار اللي هو سريع الشك. اذا كل الاسمنت هيتم عليه الاختبار ده فيما عدا الاسمنت اللي هو سريع الشك، قولها تاني. هاخد منها 360 جرام والميه بتاعتي حددها لي هو الكود، انا طبعا ما دخلتش فيها، قال لي هتحط 180 مللي. 180 مللي ميه مقطره او لو قلنا بالجرام 180 جرام. الرمل اللي هستعمله هستعمل 1080 او كيلو 80 جرام رمل، بس يكون الرمل قياسي. الرمل القياسي هو نفس الجريديشن او نفس التدرج بتاع الرمل اللي انا بستعمله، عملناه بكام فيديو في الكومبريس بتاع الاسمنت، ولكن بتخلط فيه الوزنه، بتخلط فيه الوزنه بس نفس التدرج لكن نسبه مختلفه. الرمل ده قياسي، ما ينفعش انا اجيب رمل من عندي اي رمل واعمله، لان هو طالب رمل قياسي بيكون مواصفات معينه. عشان كده احنا غالبا بنشتغل برمل مستورد، يعني الرمل بالشكل ده، ده مثلا عينه الرمل اللي انا هشتغل بيها، حتى مكتوب عليها الكود بتاعها فهي اي ان 196 الجزء التاسع، الكيس دوت او العينه دي جايه من بلادها، جايه جاهزه، معنى كده ان الرمله ديت التدرج بتاعها سليم، وجاي مع كل كيس رمله شهاده بتقول المقاسات بتاعته قد ايه، وفي نفس الوقت بتقول الاختبارات اللي تمت على الرمل دوت، ويعني مثلا اختبارات التدرج مع اختبارات الكي نمبر بتاعها، كل الاختبارات اللي بتتم على الاجهزه، حتى اختبار اللي هي بيعرضها لهم هذا البريك، ويشوف نسبه التاكل بتاعه عامل قد ايه، وطبعا معديه الليمت، لكن الرمل اللي عندي اللي هو الرمل العادي ممكن اجي اعمل عليه اختبارات من دي ما احققليش نفس الغلط، يبقى انا كده بظلم العينه. عشان كده انا عشان بختبر عين اسمنت بتمثل لي حوالي مليون او 2 مليون طن بتوع مصنع، او عينه اسمنت جات لي وليكن 1000 طن بعمل لها اختبار، ممكن بسبب خطا من الثلاث حاجات اللي بعملهم ان انا اظلم عينه الاسمنت ويكون الخطا مني انا كشخص. عشان كده لازم توفر كل الظروف المناسبه اللي من خلالها اي نتيجه تطلع الاسمنت مسؤول عنها. يعني اولا يكون فني كويس يشتغل الاختبار، ان الاجهزه سليمه، ان الرمل يكون قياسي، ان الاوزان تكون صح، ان المكان يكون الحراره فيه متوفره. كل الظروف دي عين متوفرت الا اي نتيجه هتخرج من عين من الاختبار دوت الاسمنت مسؤول عنها. لما اجي اعمل عين الاسمنت لوحدها ليها حدود، يقول لك مثلا وليكن، اقول وليكن، انا ما بقولش دي نتيجه ملزمه لاي حد، ممكن يكون مطلوب لها مثلا 250 جول. طب اذا الاسمنت حقق اكثر من 250 جول، معنى كده هو متوقع لما يتعامل مع خرسانه هيجيب اكثر من كده، ودي مشكله جامده جدا ممكن تسبب لنا مشاكل في الخرسانه، عشان كده الاسمنت المفروض يكون تحت الحدود دي، ممكن يكون الاسمنت مطلوب 250 200 جول بس، جاء مثلا 170 جول او 150 جول الاسمنت كويس، معنى كده لما يتعامل في الموقع مع الخرسانات اللي هي الكوتاليه او الماسكوتيت او اي كان اي كان من الخرسانه، معنى كده ان الاسمنت عندي هيبقى ما فيهوش مشكله ولا اي حاجه، بس توفر معاه بقيه الظروف اللي هي الماتيريال كله ان انا اعرضه لعمليه تبريد. جهزت انا الاوزان بتاعت الاسمنت والرمل والميه، ابتدي عمليه الخلط. الخلط هيتم ازاي؟ الخلاط العادي هخلط ان انا هضيف اولا هحط الرمل، وبعد كده هضيف الاسمنت، ناخد بالنا من ايه؟ واقلبهم مع بعض لمده 30 ثانيه. بعد ما تنتهي 30 ثانيه هبتدي اضيف الميه خلال 30 ثانيه، برضه على نفس السرعه البطيئه.
خلاص ال 30 ثانية ابتدي اقلل السرعة من السرعة البطيئة للسرعة المتوسطة أو السرعة العالية لمدة دقيقة، يبقى كده إجمالي الخطر عندي دقيقتين. خلصت لازم أكون سريع على قد ما أقدر، هاخد العجينة بتاعتي كلها اللي في الحالة ديت وأعمل وأفتح الصندوق بتاعي. طبعا بعد ما أكون كتبت عليه كل البيانات، الوزن الإزازة والتاريخ واسم الأسمنت وكل البيانات مكتوبة على جسم العلبة، وهقعد أجرب وأصفرها وأوزن فيها 1575 جرام. بعد كده هقفل الازازه بتاعتي وابتدي واحطها في الكالمنتر بتاعي واخد القياسات، وهو حدد لي قياسات هنا وقال لي هاخد اول ما احط الجهاز احاول اكون سريع على قد ما اقدر، احط الكالوريمتر الازاز او الصندوق دوت، اسف الصندوق دوت جوه الجهاز، واكون متاكد ان هو اتقفل كويس ما فيهوش اي تسريب لاي هواء. وقال ان انا هاخد قرايه انيشال، يعني اول ما احط العينه اخد قرايه واحاول القرايه دي تكون في حدود ال 20، الدستين المساعد القديم اللي عدت عليه اكتر من 12 شهر او اكتر من سنه، والازازه اللي انا عامل العلبه اللي انا عاملها مع بعض يبداوا بدرجه حراره 20 بحيث الانطلاقه تبقى واحده. قال لي ايه بعد كده؟ قال لي اخد اول قرايه على بعد 30 دقيقه او بعد نص ساعه. دي اول قرايه، بعد كده هاخد كل ساعه لمده اللي في اليوم الاولاني، يعني اول يوم يعني اول 24 ساعه هاخد قرايه كل ساعه. بعد كده هاخد قرايه كل اربع ساعات في اليوم الثاني، بعد كده هاخد كل ست ساعات لغايه الاختبار عندي ما ينتهي، لكن يمكن الاستشاري او المدير بتاعك يقول انا عايز اخد قرايات اكثر. ولكن دلوقتي الاجهزه الحديثه دلوقتي بتمرمج ان هي بتديني وقت، بتديني داتا اللي بتخزنها، او ان يكون في ورق اجهزه بيكون فيها برنتر، او في اجهزه بتكون مصنعه على الكمبيوتر انها بتاخد الداتا وتطلع الفيلم بتاعي وتطلع الحراره قد ايه، لانها بتحولها من السيزمنت او الحراره العاديه للجو. لان الراجل بتاع المعمل برضه بياخد باله من درجه حراره المكان اللي هو شغال فيه، يعني حراره الاوضه اللي شغال فيها لازم تكون يعني مديتي ما تزيدش عن 21، يعني 20 زائد او ناقص نص درجه، يعني بمعنى اصح من 19.5 ل 20.5. كمان الماتيريال بتاعي قبل ما اشتغل بيه لازم اكون قايس كل درجات الحراره بحيث ما تزيدش عن 22. الحراره بتاعت الميه والاسمنت والرمل الحراره ما تزيدش عن 22، واحنا ان شاء الله هنقيسها مع بعض دلوقتي ونشتغلها عملي ونقيس. بعد ما اخلص الاختبار وكل حاجه ناخد الازازه دي اطلعها من بعد الاختبار بعد 7 ايام، اطلعها من الجهاز وبعد كده اوزنها. وانا عندي ماده ازازه فاضيه وحاطط فيها 3 جرام وحاطط فيها 1575، اجمع دول مع بعض. بعد ما اخلص الاختبار بعد 7 ايام اوزن العلبه دي. اذا زاد الوزن عن 2 جرام او قال الوزن على 2 جرام معنى كان الاختبار بتاعي في مشكله ويتعاد تاني من الاول، فلازم ناخد بالنا من كل حاجه. المشكله مش هتبان بعد 7 ايام. أشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم أخوكم عبد الناصر أحمد بربري لعمل شروحات المعظمة والتربة، وأتمنى أن أكون وفقت، وأرجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.